دونك اليوم نهار كبير هذا كنستقبلوا فيه ازيد من 40 مترشحه البرنامج ديال التوظيف، تحدي توظيف 100 سائقه مهنيه في ألزا البيضاء. التحدي اللي رفعته المجموعه ديال ألزا في اطار الايمان ديالها بمبدا التنوع وتكافؤ الفرص وخصوصا تشجيع العنصر النسوي لاقتحام هذا المجال، من منطلق ان المراه اليوم على الصعيد العالمي يعني تبتت على القدرات ديالها في جميع المجالات، وحتى الاحصائيات العالميه فيما يخص يعني الكفاءه والحوادث بالنسبه للسياقه ديال الحافلات، يعني النساء عندهم من 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 اقل الاحصائيات. دونك هذا البرنامج كيجي في اطار شراكه مع عده فعاليات متعدده باش نجيبوا باش نرفعوا التحدي، منها اوني فام ومنها اميديس اللي كيازرونا باش نبحثوا على المترشحات. دونك هذا البرنامج كيرتكز على واحد التمييز ايجابي لفائده المرأة اللي كتاخذ فيه الشركة ديال ألزا البيضاء على العاتق ديالها المصاريف ديال الاجتياز ديال السياق ديال رخصة السياقة من فئة دال اللي كتخول لها سياقة ديال الحافلة. طبعا من بعد النجاح ديالها في هذه المرحلة كيكون واحد التكوين شامل وفق المعايير ديال المجموعة ديال ألزا الدولية باش كتوصل انها تكون سائقه مهنيه من طراز رفيع. اليوم عندنا اصلا يعني العشرات من السائقات المهنيات اللي كنفتخروا بهم من هذا المنبر وكيقدموا خدمات يعني لا تقل في شيء على زملائهم الرجال. هي الشروط هي نفسها بالنسبه للشروط ديال الاختيار ديال الرجال. طبعا المساله الفرق الوحيد هو بحال قلنا التمييز الايجابي، لان الرجال ما كندوزو لهمش البيرمي خص يكون عندهم الرخصه ديال السياقه دال. بالنسبه النساء كنشجعوهم ان اللي عندها رخصه ديال السياقه اللي خصها تكون الاقدميه ديالها اكثر من سنتين، هذا شرط قانوني، كناخذوا على عاتقنا المصاريف ديال الرخصه ديالها. فورماسيون ضروريه منها، هناك واحد المسار محدد من طرف مجموعه ألزا كيشمل جميع الجوانب اللي كتعلق بالتقنيات ديال السياقه الامنه والسياقه المهنيه في الوسط الحضري بالنسبه للحافله، اضافه طبعا للتكوينات اللي كتهم يعني المهارات التجاريه والتعامل مع الزبناء. دونك هذه كلها مراحل لابد كيمر منها اي سائق ولا سائقه في مجموعه ديال ألزا. المباريات كتكون في يعني كنسميوه الاختبار الاولي، كيكون الاختبار الاولي ديال السياقه. طبعا هنا كيتحدد واش المرشح ولا المترشحه يعني قادره انها تدوز للمرحله الثانيه ديال التكوين، اللي هي التكوين كيستمر تقريبا ما بين 48 الى 72 ساعه، طبعا على مدى 3 أو 6 أسابيع على حساب الامكانيات ديال كل مترشح ومترشح. احنا اليوم 1300 سائق وسائقه، منهم عشرات ديال السائقات، من هنا للنهايه ديال السنه ان شاء الله غنكونوا 1700 سائق وسائقه، اللي كنطمحوا ان شاء الله انه يكون بيناتهم 100 سائقه ولا نفوتوهم باش ان شاء الله يعني نحققوا هذا الهدف ديالنا هذه السنه. انا اصلا كنت روسوفورا، كنت واحد المده ديال روسوفورا في كازابيس، وملي درنا فايز في كازابيس جينا لهاد الشركه وداروا لنا فورماسيون وهما اللي زعمونا وشجعونا باش نوليو سائقات. صراحه الصعوبات اللي لقيتيها؟ انا بحكم تجربتي وبحكم سانسه مع الحديد وكنبغي المهنه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه اني خدامه بحال خدمت بحال جلست، ولكن انا كنخدم كتعجبني هذه الخدمه، ما لقيت الصعوبات الحمد لله. الميدان كتشوفي انه يليق بالمرأة؟ الميدان يليق بالمرأة واكثر من يليق، حيت الميدان زوين والمرأة كتعطي فيه اكثر من الراجل. المرأة بحكم الصبر ديالها وبحكم القلب الكبير ديالها والتعامل ديالها والمرأة صبارة بزاف اكثر من الراجل. كاين مضايقات في الطريق، شي واحد كاينين ولكن كتلقاو اكيد يعني شحال من واحد كيبغي يضايق الطوبيس ملي كيزعين وكيلقى مراه كيقول لك سمحي ليا، هو كيقول لك سمحي ليا، حيت كتجي غريبه باش مراه تسوق الطوبيس وهذه، هو كيبغي يناوشك شي مناوشات ملي كيهز راسه كيلقى كيدير لك صافي سمحي ليا وكيزيد، وخا انت كاع تغلطي وديري شي مضايقه تضايقيه كيهز كيلقى مراه كيقول لك سمحي ليا. النساء المغربيات النساء المغربيات اللي بغات تخدم تجي مرحبا بها، الخدمه زوينه وخاصة تكون صباره، خدمه زوينه ما كاينش ما احسن منها، احسن خدمه كسائقه
كسائقه محترفه ان شاء الله ومهنيه احسن خدمه هي هذه. اليوم كنحتفلوا بالنساء اللي جاوا عندنا بغاو يكونوا سائقات وبعتي بالفرحه ديالنا، فرحانين بزاف بزاف بان العيالات غادي يكونوا معنا في مدينه ديال كازا وغادي يكونوا سائقات بزاف، وان هذه الشركه حلت البيبان بزاف العيالات والنساء كل شيء يجي مرحبا به. دابا عطيناهم غير بيرمي بي وهما غادي يديروا لهم التكوين، هما اللي غيكونوهم وغادي يصايبوا لهم كل شيء ان شاء الله. هذا المجال زوين بزاف، انا فاش دخلت فاش جيت لعندهم جيت عندهم حتى انا ما كنعرف والو، كان عندي بيرمي ديال الكار نجحت جيت لعندهم، ملي جيت دوزت امتحان بحالي بحال الرجال ونجحت فيه ودوزت الفورماسيون علموني كل شيء من الزيرو حتى ل 100، يعني علموني بزاف د الحوايج وهما اللي شجعوني، حتى الشركه راه عاونتني من غير العائله ديالي كتعاونك، ولكن الشركه كتعاونك بزاف د الحوايج على السياقه وصافي كيخليوك تخرج وهما مطمئنين بالناس، حتى هما هما كيخافوا على الناس اللي في برا، راه ماشي اجي ويعطي السياقه ولا يعطي الحافله اي واحد الا ولو كان محترف. انا نقول لك الناس اقسم لك بالله الا معايا انا بعدا بالخصوص كسائقه كل شيء كيحترمني، الناس كيكونوا جايبين معاهم غير حلوه كيزوك يقول لك الله هاك يا بنيتي الله يرحم بها الوالدين اللي رباك، وكنشكروا هاد الشركه اللي كيدخلوا الدريات وفرحانين وكيعجبهم الحال، ما كاينش شي واحد اللي كياديك بصراحه كيحترموا المراه. ما لقيت حتى شي صعوبه نكذبش عليك لانني انا وخرجوني كابابل معاهم من الاول، يعني اللي عطاوني كنطبقوه هو اللي خلاني بانني انا ما لقيت حتى شي صعوبه مع الناس. كنبغي نشجعهم بزاف وباغا نشجع الناس اخرين عاوتاني حتى هما يزيدوا يجيو، وفرحانه بان النساء غادي يكثروا عندنا في الدار البيضاء وغتولي مدينه يعني فيها النساء بزاف ديال السياقه، ونتمنى لهم كل خير ويا ربي يسهل عليهم ويسهل على جميع المسلمين يا ربي. اليوم جينا باش ندوزوا الفورماسيون يعلمونا همايا يبداو بينا معنا من زيرو باش نديروا هاد الحافلات الجداد. حنا كنشكروهم بزاف حيت فتحوا لينا الابواب باش نضموا للعائله ديال الزا. انا كاول حاجه انا شجعتني اختي انها سائقه قبل مني، هي اللي دازت هي اللي شجعتني وقالت لي جربي حظك غنشوفك غتعطي في هاد الميدان. قلت نتوكل على الله الحمد لله، لا الحمد لله كنسوق عكس ما كاين حتى صعوبات، داكشي كلشي ساهل الحمد لله. غنبداو معاهم من هنا من الفورماسيون من الاول غيعلمونا كلشي. نتمنى حتى البنات ان شاء الله يجيبوا السيفيات يدفعوا للشركه، راهم طالبين البنات كيفتحوا الابواب. هادشي اللي كان لا بالعكس ما خايفاش يعني مستعده نفسيا مستعده كلشي ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.